السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، هل فزعت ذات يوم من النوم خائفا مرعوبا من حلم مزعج أو من كابوس؟ هل تعاني من قلق وتخاف قبل النوم؟ هل تصحو من النوم مرعوبا من بعض الأحلام المزعجة؟ العلاج النبوي لهذا الأمر بين أيدينا، ولكن للأسف كثير منا يغفل عنه. أنا اليوم سأبث لك كنزا من الكنوز النبوية التي يغفل عنها معظم الناس. بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشكون لطبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يحدث معهم، فكان هو المعلم وهو الطبيب وهو المداوي وهو الرحيم بهم وهو الذي يحل مشاكلهم. فأحد الصحابة شكى له ذات يوم هذه المسائل المزعجة، وكل واحد منا يتعرض لها وبخاصة الأطفال. لذلك أيضا هذا الدعاء مهم لأطفالكم، علمه لابنك أن يقرأه قبيل النوم، ويفضل أن تكرره 7 مرات أو أنت تقرأه عليه. استمع معي إلى هذا الكنز النبوي الرائع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضرهم. صلى الله عليه وسلم. كلام يريح القلب، علاج أولا مجاني وليس له آثار جانبية، وتستطيع أن تستخدمه كل يوم من دون ضرر. الأدوية الكيميائية أخي الحبيب إذا استعملتها من دون مرض قد تضرك، وفي حالة المرض لها آثار جانبية. هذا الدعاء تستطيع أن تقوله كل يوم ولا يضرك شيء إن شاء الله. دعونا نحفظ هذا الدعاء معا ونحلل هذه الكلمات الرائعة. عندما تأخذ طريقك إلى النوم وتشعر بشيء من القلق أو تخاف من أحلام مزعجة، التجئ لمالك الملك سبحانه وتعالى، هو الذي يتحكم بدماغك أثناء النوم. الله، انظر معي إلى هذا النبي الكريم ماذا قال لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم. سيدنا هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. منطقة القيادة والتحكم واتخاذ القرار والصدق والكذب هنا، الناصية خلف الجبهة، هذه الكتلة من الدماغ فيها مليارات الخلايا هي المسؤولة عن هذا الأمر. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: ناصيتي بيدك. فهذه الناصية أيضا هي المسؤولة عن الأحلام. وهنا أثناء النوم الدماغ يبث موجات كما تحدثنا كثيرا، موجات كهرطيسية يبثها أثناء النوم وأثناء الأحلام وأثناء التفكير إلى آخره. هذا الدماغ أخي الحبيب يجب أن تعتقد أن له إلها يمسك به ويتحكم به. قضية ليست عشوائية. تقول لي: ما الدليل على ذلك؟ أقول لك بكل بساطة، الله تبارك وتعالى يقول: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الذرة والحبة الصغيرة في ظلمات الأرض أو البحر أو في باطن الأرض مكتوب متى خلقت وحياتها وموتها وسوف تتحول إلى كذا وسوف كذا، كل شيء مكتوب كلهم في كتاب مبين. فدماغك هذا أيضا
الله يعلم ماذا يحدث فيه، بل هو يتحكم بكل شيء. فالمنطق، يعني إذا اعتقدت معي هذه العقيدة، إذن أنا يجب أن أسلم دماغي، أسلم حياتي لله عز وجل. فعندما تقول أعوذ بكلمات الله التامة، أي ألتجئ إليك يا رب وأحتمي بكلماتك من غضبك، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. إذن تستعيذ أولا من غضب الله، لأنك طيلة اليوم أنت تعمل السيئات والذنوب وأنت لا تدري، ربما تأكل الربا وأنت لا تدري، ربما ترتكب ذنوب محرمة مثل النميمة والتجسس والسخرية وأنت لا تدري، والله غضب عليك وأنت لا تدري. فمن الضروري أولا أن تستعيذ بكلمات الله التامة من غضب الله، من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده. طيب إبليس هو عبد لله، إذن أنت تستعيذ بالله من شر إبليس أو الشيطان ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الشيطان أخي الحبيب لا يتركك أبدا، هذا المخلوق اللعين الذي لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، تعهد أنه سيضلك، سيغويك، سيتبع كل الوسائل ليأخذك معه إلى نار جهنم والعياذ بالله. عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لذلك أنا هنا وأنا أدعو هذا الدعاء يجب أن أتخيل أن الله قريب مني، أقول له يا رب أنا احتميت بكلماتك التامة، التجأت لهذا الكلام الذي لا يستطيع أحد أن يخترقه والذي لا يضر معه شيء. أول شيء من غضبك يا رب ومن عقابك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا قلت هذا الكلام لا يضرك شيء بإذن الله. فهذا دعاء سهل جدا، وأنت عندما تطبق هذا الدعاء أخي الحبيب أنت تكسب مرضاة الله، لأنك أطعت هذا النبي. بعض الناس للأسف خسروا كثيرا عندما ألغوا من حياتهم السنة النبوية، هذه كنوز. هذا دعاء لن يكلفك شيئا، هو كلام تحفظه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذن أربع أشياء تستعيذ منها: من غضب الله وعقابه، يعني شيئين تستعيذ منهما، غضب الله وشر عقابه وعقاب الله، وشيئين تستعيذ منهما شر العباد والشياطين، يعني الإنس والجن. إذن أنت استعذت بكل أنواع الأذى التي قد تصيبك، لأن غضب الله عز وجل هو أصعب شيء. إذا غضب الله على إنسان لن يهديه، ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. غضب الله شيء خطير جدا أخي الحبيب، لذلك يجب أن تستعيذ كل يوم من غضب الله. أعوذ بكلمات الله التامة، احفظ معي رجاء، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يعني أعوذ بك يا رب أن يحضرني هذا الشيطان، يعني بمعنى آخر أبعده عني. طب هذا الدعاء
دعاء لطرد الوساوس وللتخلص من الخوف، للتخلص من الأحلام المزعجة. حتى لو كنت تنام نوما يعني مريحا، ادعو هذا الدعاء كإجراء احتياطي. يعني لدينا في الطب شيء اسمه الطب الوقائي، الطبيب يعطيك إجراءات، أنت جسدك سليم ولكن يقول لك إجراءات احتياطية لتتقي شر هذا الفيروس، لتتقي شر الأمراض المنقولة جنسيا، لا تزني مثلا، لتتقي شر السرطانات التي يسببها الخمر، لا تشرب الخمر أصلا يعني، وهكذا. فهذا اعتبره أنت دعاء وقائي يقيك شر هذه الوساوس والأحلام المزعجة والكوابيس وغير ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الدعاء. وأختم أكرر هذا الدعاء، رجاء أخي الحبيب لا تترك هذا المقطع قبل أن تحفظ هذا الدعاء، ونصيحتي أن تفعل مثلي. أنا عندما أستمع لأي دعاء أو آية قرآنية، مع العلم أنني أحفظها أحيانا، ولكن على الرغم من ذلك أكتبها هكذا على ورقة وأضعها أمامي، بحيث تذكرني، لأن مشاغل هذا العصر كثيرة جدا. أكتب هذا الدعاء، وهذا الدعاء رواه الإمام الترمذي، حديث صحيح. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.